كل الحب كل المحبة وكل الجمال على عيونكم الجميلة مشاهدي قناة التغيير الفضائية بحلقة جديدة من برنامج جولة مراسي. اليوم احنا متواجدين بهذه المنطقة كما يشاع تسميتها هي شط ملة. بهذه المنطقة توجد اكو موهبة، هذه الموهبة بحاجة الى دعم، بحاجة الى نقل هذه الموهبة لكل شخص يتابعنا من خلال شاشة قناة التغيير. فاطمة الوائلي هي اللي راح تكون ضيفتنا بهذه الحلقة. مثل ما تلاحظون احنا بمنطقة منطقة عشائرية، منطقة بساتين، بنفس الوقت حالة فاطمة الوائلي المادية جدا جدا يعني مو قوية وتحتاج الدعم، بنفس هذا الوقت انه موهبتها تستحق الثناء. بعد ما وصلتني مناشدة من قبل بعض الأصدقاء وركزوا لي على هذا الموضوع، أشاروا أنه بهذا المنطقة أكو موهبة واسمها فاطمة، فتحركنا بعجلاتنا وصلنا لهذه المنطقة. تبعد مسافة بعيدة عن مركز المدينة في محافظة كربلاء، والآن متواجدين بالقرب من المنزل اللي تعيش به فاطمة الوائلي. راح تكون هذه الحلقة لعيونكم، فتابعونا. إذن مشاهدينا نعرفكم بأبو فاطمة الوائلي. حياك الله يا أبو فاطمة. حياك الله. احنا سعيدين اليوم راح نكون معاكم داخل البيت حتى نركز على الموهبة اللي موجودة، موهبة بنتك. خلينا نلتقي بفاطمة الوائلي. طبعا بس اريد اعرف انه فاطمة شلون قدرت تلبي حاجتها للمواد المستخدمة بالرسم بوسط هذه الظروف الصعبة؟ والله ليش اكذب عليك، احنا شويه الحاله الماديه يعني صفر، بس هي من تمشي السوق تشتري شو تحصلها، مثل خمسه تحصلها 10,000 تشتري بهن شغلات من الرسم، هي لها وهس يعني وهس كبير بالرسم. زين، ان شاء الله احنا من خلال شاشه قناه التغيير راح نقدر نسلط الضوء على موهبه فاطمه، وان شاء الله تكون هذه الموهبه هي بالمكان المناسب، خصوصا بالوقت اللي يحتاج به العراق كل هذه المواهب والطاقات الشابه حتى ينهض وحتى يستمر بالجمال اللي يرسله لكل بلدان العالم. خلينا نشوف فاطمة. يلا هذا المشاهدين احنا بعد راح ندخل لبيت فاطمة وراح اخليكم تعرفوها اكثر. تعال يلا. اذا مشاهدينا الكرام من عيونكم الجميلة رجعنا مع فاطمة الوائلي اللي راح تكون ضيفتنا بهذه الحلقة. طبعا يوم الأجواء في هذه المنطقة الجميلة، المكان اللي متواجدين به هو شط ملة، يعني يبعد عن محافظة كربلاء ما يقارب يعني من حوالي 25 إلى أكثر كيلومتر. وصلنا لهذه المنطقة، الأجواء عشائرية على أجواء بساتين بصورة عامة، يعني الأجواء جميلة. بنفس الوقت بهذا المكان اكتشفنا أنه فاطمة الوائلي عندها موهبة بهذا المجال، موهبة الرسم. اليوم من خلال برنامج جولة مراسل احنا راح نسلط الضوء على هذه الموهبة ونستعرض بعض من رسوماتها ونشوف شنو تحتاج فاطمة الوائلي. حياك الله يا فاطمة. حياك الله استاذ. فاطمة اليوم هذا المجال هو مجال حلو طبعا، البنى الأساسية اللي من خلالها انطلقت هذه الموهبة، موهبة الرسم، يعني لأنه كوكم كونكم في هذه البساتين او يعني من الطفوله لاحظتي انه انت عندك موهبه الرسم؟ طبعا انطلقت هاي الموهبه من 2019 وكان الداعم يعني الرئيسي لي ام ابويا الحجيه كانت داعمه لي. بعد ما توفت انا تركت هاي الموهبه لسنه واستمريت بها هاي السنه، وان شاء الله راح اكمل وياكم وانتم يعني راح تصيرون الداعم الاول لي واول قناه يعني تجيني هنا. زين، من خلال الرسومات حاولتي ترسمين نمط واحد لو يعني الرسومات ما حاولتي تطورين الموهبة أكثر؟
حاولت أطور الموهبة، لكن هاي الرسومات اللي موجودة عندي مو كل الرسومات، يعني أكو أرسمها للمدرسات، أكو يعني طالباتي عاجبين بيها وياخذنها، يعني الرسومات هاي عندي مو يعني نمط واحد، وإنما راسمة مناظر طبيعية، ويعني هواي بس يعني ما متواجد عندي. يعني هم ياخذوها بعد ما ترسميها؟ أي. زين، اشتركتي بمعارض داخل المدرسة أو خارجها؟ داخل المدرسة مشتركة، بس خارج المدرسة ما صحت لي فرصة. يعني ما يعني شلون يعني ما جتني الفرصة اني اشترك، ويعني كعمر صغير، ويعني تتوقعين انه هو العمر له دور حتى الموهبة تنتقل من مكان لمكان اخر لو ما له علاقة هذا الموضوع؟ العمر له دور يعني بالتصرف، وكذلك يعني هم واحد يقول ما له دور انه يعني واحد يقدر يطور موهبته، يعني ثاني عمري 17 سنة وقدرت يعني اوصل لهذا المجال يعني مال الفن. الصور دائما هي تكون الركيز الاساسي لكل رسام حتى يقدر من خلالها يستنبط بمخيلته الرسومه اللي يرسمها داخل الورق، فهذا شفتي اسهل او شخص يجلس امامك وترسمي؟ اكيد الصوره اسهل من ما شخص يعني يوقف امامي، فكل يعني تحركات يعني الشكل يتغير وكل زوايا يعني تتغير، الصوره اسهل. الصوره اسهل. إيه؟ يعني شنو أنواع الرسم اللي تشوفيها أسهل بالنسبة لك، يعني بعيداً عن الأمور المهنية بالرسم أو الفنية؟ رسم الأشخاص. أي أنا أشوفه يعني قريب إلي ويعني أقدر أرسمه. حاولت ترسمي شيء ثاني بس الأشخاص؟ حاولت أرسم شيء ثاني. شنو؟ بس المناظر الطبيعية، تجريد وكثير من هاي. تمام. زين، من ناحية دعم الأهل بهذه الموهبة، يعني أنتوا اليوم بطابع عشائري قد يكون شوية من الصعوبة أنه بنتهم ترسم أو تطلع تشترك بمعارض، يعني حسيتي بهذا التقيد داخل هذه المناطق أم كانوا منفتحين بهذا العمل وهذه الموهبة ودعموك؟ شنو كانت التفاصيل؟ أكيد يعني دعم الأهل، يعني من يشوفوني أرسم يقولوا لي حلو هاي، بس يعني الدعم المادي لا، ما أقول لك يعني أكو دعم مادي ماكو لهاي الموهبة، يعني أريد أطور رسمي، أريد يعني أخلي بأطارات، أريد أشتري ستيج، يعني ماكو هاي، ماكو يعني دعم مادي أبد. تمام. زين، شنو طموحك بالمستقبل فاطمة؟ يعني من ناحية الرسم أو من ناحية شنو في بالك تصيرين بالمستقبل؟ كل شخص يحاول إنه يبني من خلال موهبته خطوات من خلالها يقدر يوصل للي يحتاجه، شنو خليتي في بالك خطة عمل؟ أنا يعني من المستقبل إن شاء الله أصير يعني مهندسة ناجحة، وكذلك فنانة مثل ما نقول فنانة مشهورة. زين، وين الربط اليوم المهندسة والفنانة؟ إن شاء الله التوفيق. خلينا نستعرض بعض من الرسومات فاطمة، خلي يشوفها المشاهدين. أي هذه صورة؟ أي. تمام. قد استغرقتي حتى رسمتي؟ نص ساعة. نص ساعة؟ أي، هاي بداية بالرسم، هاي قبل سنتين هاي الصورة. والله الصورة الثانية. هاي القلم الرصاص يعني فقط رصاص. الثاني شنو تقصد هذه؟ هاي شلون يعني تجريد تعبر عن يعني الإنسان هيك. لطيف. هذه قد استغرقت؟ هاي استغرقت 20 دقيقة. 20 دقيقة. لا الموهبة بحق يعني بصراحة، يعني إنه 20 دقيقة ترسم هذا الرسم التجريدي مثل ما أوضحته، فشيء جميل يعني يستحق تسليط الضوء عليه. هذا يمكن يشبهني شباب. زين، هذه ايضا صوره؟ هاي ايضا صوره. اي من الجوجل، صوره من الجوجل سحبتها ورسمتها اني. اي الوقت حتى رسمتي يعني ساعه ونص. ساعه ونص. اي طبعا متسريحه شعره طويله يعني يحتاج وقت، مو صحيح؟ زين، كاظم الساهر صحيح؟ اي ساعه كاظم الساهر يستاهل ساعة أبو وسام، يعني لازم إحنا نتعب وياه أكثر، مو صحيح؟
السلام عليكم، أنا رسامة فاطمة الوائلي من أهالي شطملة، حبيت أشارك وياكم رسوماتي. لا رسومات، لكن حالي المادية ما تساعد، لكن أنا مستمرة ولازلت أستمر بتطوير رسمي، وعمري 17 سنة، واليوم أنا ضيفة بقناة التغيير في برنامج جولة مراسل. طلب بالانستغرام. زين، يعني اخذتي علي اجور مثلا؟ لا رسمتي ودزيتي لي ولا شنو؟ لا مو هذا. زين، مجرد رسمتيها وبقيت ودزيتي؟ اها زين. هاي من بالي، يعني انا رسمتها خططتها يعني، وبديت يعني اضلل، وبديت يعني من بالي. أها. اني ساعتين هاي ساعتين. اي بس مو بشكل متواصل، يعني اتركها وارجع ارسم، يعني شو وقت ما افرق لين دراسه وهاي. تمام. هذه شنو؟ هاي من توفت بيبيتي، يعني اللي كانت داعمه لي الرئيسيه، يعني فعبرت عنها بهاي الرسمه، وان شاء الله يعني من اوفر الفحم والهاي راح ارسم يعني بيبيتي، وان شاء الله اسوي لك تاكسي. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني مثل هيك موهبة مشاهدينا طبعا انه تحتاج دعم وتحتاج مواصلة من اجل تجهيزها، يعني بعض من المواهب قد تكون حالتهم المادية زينة لكن مو بهذا التمكن بالموهبة، يعني تشوفون انه بهذا الوقت الموهبة حقيقية وتحتاج دعم، سواء من الجهات المعنية، سواء من شخص مثلا يكون هو متكفل بما تحتاجه هذه الرسامة، لكن بنفس الوقت احنا دورنا هذا نسلط الضوء عليها من خلال هذا البرنامج، برنامج جولة مراسل، لكن بنفس الوقت قد تكون الرؤية للأشخاص اللي يحاولون يدعمون مثل فاطمة الوائلي وغير فاطمة، فأكيد هذا بالتالي يحتاج لوقفة حقيقية حتى الشخص من خلاله يقدر يدعم هذه الموهبة. فاطمة، الرسومات هاي جميعها تحتفظين بها بهذا المكان؟ يا بها المكان، بس اكو يعني مدرسات الفنيه ياخذوهم من عندي، يعني يشقون من الدفتر وياخذوه من عندي، والله مين يشوفوه ياخذوه من عندي، ومرات يعني هي الاستاذه ست ولاء بالذكر تنطينا رسمه، لها تحيه احنا من خلال شاشه قناه تغيير، ام الفنيه يعني تعطيني رسمه على التليفون على التليجرام وتقول لي رسميها، وثاني يوم تاخذها من عندي هيك. بس انت هذا المفروض يعني تتعاملين من خلاله، يعني اليوم كل شخص رسام من يريد يرسم شيء فاللوحه ما تبيعها، فهذا موضوع لازم ايضا تنتبه له، انه هي بعد ما ترسم شخص انت راح تخسرين جهد وراح تخسرين مواد ووقت وورق، فبالتالي اللوحه يعني لازم انت تاخذين عليها اجور باعتبار هذا الشيء بذلتي عليه تعب، فالمفروض تجاه هذا التعب تاخذين عليه أجور تعبك، صحيح؟ صحيح، بس أنا يعني أبد ما ماخذ أجور، يعني راسمه هواي بس ما ماخذ. المفروض بالمستقبل أنت يعني تكون عندك مثل هذه الموهبة، وأيضاً تنميها من خلال العمل، إذا أنت محتاجة هذه الأمور المادية فبالتالي تقدرين ترسمين الرسومات ومن خلالها تستحصلين الأجور وتجهزين بها نفسك بهذه الأمور. إن شاء الله. تمام؟ نستعرض بعض من الرسومات. طبعا اذا تلاحظون دائما قطيه شعرهم حلو مرتب، يعني مو مثل تعبان على الشعر. اكيد بس هو الشعر اسهل شيء. اسهل شيء والله. زين، بعد هذا رياضي؟ هاي من بالي ارسمته، ما اقول لك جوجل، من الجوجل اقول من الجوجل، بس هاي من بالي ارسمته. تمام، بس هو شو كليته احمر باحمر، شكو اول ما اشتريت صباغات انتم كيف بيهم صبغت احمر. زين، بعد تمام. هذا منو؟ ما ادري، يعني شفت انا صوره شيء ما ادري ضابط، ما اعرف شنو هذا، بس المهم رسمته. يعني عادة ما تشوفين هذه الصور بصوره عامه، صورة عامة تستنبطيها ومن خلالها ترسمين. تمام. مره ثانيه يعني بكيف يعني يعجبني اغير بيه، يعني لان هي شلون يعني الرسمه اللي احبها انا، يعني اللي اريد احتفظ بيها، يعني اغير بيه، يعني مو كله يعني جوجل. تمام. زين فاطمه،
شنو تحبين توصلين رسالة لكل إنسانة عندها طموح وعندها موهبة؟ يعني شنو توصلي لها دافع حتى تقدر تحافظ على هذا الأمل اللي موجود بداخلك؟ وصلهم رسالة يعني مو يعني يعني غراض أصلية، وأنا كله يعني ما كلفني ذن الرسوم غير 5000 دينار، قلم فحم فقط ب5000 دينار وقلم رصاص، يعني ما حد ما يعوف موهبته على مود الحالة المادية، أو يعني أقولهم استمروا، يعني الفن يعني كله جميل. تمام. طبعا فاطمة احنا نشكرك على هذا اللقاء اليوم، أخذنا وقتك واستعرضنا بعض الصور الحلوة والجميلة، نتأمل أنه بالمستقبل توصلين لطموحك اللي هي تكونين إن شاء الله مهندسة أو دكتورة. إن شاء الله. أكيد هذا الحلم يحتاج دعم، يحتاج مواصلة. إضافة على ذلك أكو مثل، وهذا المثل أنا بصورة عامة ما أخذه كقاعدة بحياتي، اللي هي لا يوجد شجرة تعطيك الرز مطبوخا. فمن خلال هذا الموضوع لازم أنه تتعبين أكثر وتجتهدين حتى توصلين للطموح اللي أنت تحتاجيه. موضوع أنه أنت تريدين تصيرين دكتورة هذا موضوع صعب جدا، لكن بنفس الوقت هو مو مستحيل. الجهد والمثابرة والصبر والدراسة راح توصلك اللي أنت تحتاجيه. كلمة أخيرة قبل ما ننهي، أحب أشكر يعني قناة التغيير لأن تعبكم اللي تعنيتوا وجيتوا لها المناطق، وشكرا لك أستاذ. إذن مشاهدينا الكرام، من خلال شاشة قناة التغيير وصلنا لهذه المنطقة والتقينا مع فاطمة الوائلي، واليوم كنا معاها بهذه الحلقة، وكانت الحلقة جميلة. بنفس الوقت استعرضنا بعض من اللوحات اللي رسمتها فاطمة الوائلي. أيضا اليوم نحاول نوصل هذه الرسالة لكل شخص مسؤول، أنه المواهب العراقية هم بواسطتهم يرتقي البلد، وأيضا بواسطتهم ننمو ونكون أسوة ببقية الدول المتطورة، لأنه كل دولة متطورة فهي بشعبها وبثقافتها وبفنها. طبعا إلى هنا مشاهدينا الكرام، من عيونكم الجميلة نلتقي وياكم بجولة أخرى من برنامج جولة مراسل. إلى ذلك الوقت كونوا بخير، مع السلامة.